كل من استرعي رعية، كل من حمل أمانة فلم يرعها حق رعايتها ولم يؤدها حق أدائها فهو من المفسدين في الأرض، من المحاربين لله ورسوله، من الساعين في الأرض الفساد. كل من لا يقوم بالحياطة على من استرعاه الله إياه من مروسيه حتى لا يعيث في الأرض الفساد، حتى لا يتخذهم أعداء هذا الدين وأعداء هذا الوطن وسيلة للوصول إلى أغراض المنحرفين الفاسدين المفسدين في الأرض. ومن المعلوم أن هؤلاء المفسدين قد استشروا في المصالح كلها، في المؤسسات جميعها، ينخرون في قواعدها كالسوس، ويعملون في الجسد الحي كالخلايا السرطانية المميتة، وهم يضللون رؤساءهم ويرفعون إليهم كذباً وزوراً ما ليس له حق ولا حقيقة، لأنهم منحرفون منتمون انتماءً باطلاً بدعياً ظالماً يحارب الدين ويحارب الوطن، يسعون في الأرض الفساد ويتسترون على المفسدين الذين يخربون ويدمرون ويحرقون ويريقون الدماء المعصومة بالإيمان وبالأمان، ويبددون ثروات الوطن المكلوم الذي ابتلي بهم وصاروا كلاً عليه ووباءً له ومرضاً فيه. نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يكبتهم وأن يذلهم، وأن يري المؤمنين فيهم آية تقر بها أعينهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.